بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الفيديو غادي نحاول نديرو 8192. إذا غادي نعرفو إحداثيات متجهة. إذا كيف نحسب إحداثيات متجهة أبي؟ إذا عندنا النقطة أ الإحداثيات ديالها 6 3، عندنا النقطة ب الإحداثيات ديالها 3 ناقص 4، عندنا المتجهة أبي. إذا أ تنطلق من أ إلى ب، إذا أ فهو الأصل و ب فهو الطرف. إذا إلا جينا المتجهة أبي، تعريف ديال المتجه ابي ولا كيف نحسب الاحداثيه ديال المتجه ابي، هو افصول النقطه بي يعني الافصول ديال النقطه ديال الطرف ناقص الافصول ديال النقطه ا، ثم الارتب ديال النقطه بي ناقص الارتب ديال النقطه ا يعني الارتب ديال النقطه ديال الطرف اللي هي بي ناقص الارتب ديال النقطه ا. ثم غادي نعوضوا كل افصول ارتب القيمه ديالهم، اكس بي فهي 3 ناقص هي و ا هي 6، يغريك بي فهي ناقص 4 ناقص ديال القاعده هي، ثم هي 3 أ ب. إذا نحول الفرق إلى مجموع، 3 زائد ناقص 6 ناقص 4 زائد ناقص 3. إذا المتجه أ ب 6 ناقص 3 مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان اللي عنده أبعاد مسافة هو هذا العدد، ناقص 6 ناقص 3 هي 3، ناقص 4 زائد ناقص 3 مجموع عددين لهما نفس الإشارة، مجموع المسافتين 4 زائد 3 هي 7. ثم لنحسب إحداثيتي متجهة أسي، النقطة أ عرفنا الإحداثية ديالها هي 6 3، الأصول هو 6 والأرتب هو 3. النقطة سي الإحداثية ديالها ناقص 5، الأرتب ديالها هو 3. إذا المتجه أسي طرفه هو النقطة سي يعني إكس سي يعني أصول النقطة سي ناقص أصول النقطة أ إكس أ، ثم الأرتب ديال النقطة سي ناقص الأرتب ديال النقطة أ إكس سي يعني هذا الرمز ديال الأفصول وهذا الرمز ديال الأفصول ديال النقطة الثانية. إذا أ سي إكس سي فهو الأفصول ديال النقطة سي، سي ناقص 3 ناقص 5 ناقص، ثم عندنا سي ناقص 6، إيكغيك سي فهي ناقص 3، إيكغيك أ فهي 3 ناقص 3 لأن ناقص هي ثم 3. حولوا الفرق إلى مجموع، ناقص 5 زائد ناقص 6 ناقص 3 زائد ناقص 3. إذا أ سي مجموع عددهم نفس الإشارة، نحتفظ بالإشارة، مجموع مسافتين إذا ناقص 11، مجموع عددهم نفس المسافة نفس الإشارة، 3 زائد 3 هي 6 يعني مجموع المسافتين. ثم لنحدد إحداثيتي المتجهة، في هذه الحالة المتجهة سي بي، عندنا النقطة سي الإحداثيات ديالها هي ناقص 5 ناقص 3، والنقطة بي الإحداثيات ديالها هو 4 ولا عفوا 3 ناقص 4. إذا إلا خدينا سي بي طرف هاد الحالة فهي النقطة بي، إذا إكس بي ناقص إكس سي إنكريك بي ناقص إيكغيك سي، الأصول الأرتب ديال النقطة بي ناقص الأرتب ديال النقطة سي، إكس بي فهي 3 هي الأصول ديال النقطة بي 3 ناقص ناقص الأصول ديال النقطة ناقص 5، إيكغيك بي فهي ناقص 4 هي ناقص الأرتب ديال النقطة سي اللي هو ناقص ناقص 3. إذا سي بي حولوا الفرق إلى مجموع، إذا ما تعطينا هي 3 زائد 5 تفضل المقابل ديال العدد هو 5 ناقص 4 ناقص ناقص 3 هي زائد 3، نضيف مقابل العدد الثاني للحد الثاني اللي هو ناقص 3. إذا سي بي 3 زائد 5 فهي 8 ناقص 4 زائد 3 ناقص 1. ثم غادي نشوفو لنحدد إحداثيتي متجهة اللي بقات لينا هي المتجهات تاعها دي، الإحداثية ديالها هو ناقص 2 4، عندنا أ الإحداثية ديالها هو 6 3. إذا دي أ الإحداثية ديالها هو إكس أ ناقص إكس دي، إيكغيك أ الأرتب ديال النقطة أ ناقص الأرتب ديال النقطة دي، الأرتب ديال النقطة سي فهي 6 ناقص الأرتب ديال النقطة دي هي ناقص 2 هي، ثم الأرتب ديال النقطة أ هي 3، الأرتب ديال النقطة دي هو 4 ناقص 4. إذا دي أ، إذا سي ناقص 6 ناقص ناقص 2 هي زائد 2، 3 زائد ناقص 4، نحول الفرق إلى مجموع، إذا دي أ تساوي عندنا 8 هنا هي ناقص 1، مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان، إذا 8 ناقص 1، إذا 8 ناقص 1. هنا السؤال الثاني، ماذا يمكنك
القول يعني الرباعي بي سي تي ا. هنا شنو عندنا؟ لدينا متجهة تي ا التي يديلها 8 ناقص 1، متجهة سي بي إحداثيات ديالها هما 8 ناقص 1، عندنا المحتجة ديال المتجهة السي اللي لقيناها هي -11 -6، ثم المتجهة البي إحداثيات ديالها -3 -7. إذن إلا خدينا رباعي عندنا بي سي دي أ، إلا خدينا هذا الرباعي عندنا بي سي دي أ، باش يكون هذا الرباعي يعني الطبيعة ديالو غالبا نشوف شنو هو متوازي العضلة. باش يكون متوازي العضلة خاص إلا خدينا المتجهة بي سي تساوي المتجهة أ دي، المتجهة بي سي تساوي المتجهة أ دي، أو العكس المتجهة سي بي كتساوي المتجهة دي أ. إذا من خلال نلاحظ أن المتجهة دي أ الإحداثية ديالها هو 8 ناقص 1، والمتجهة سي بي الإحداثية ديالها 8 ناقص 1. إذا نلاحظ أن المتجهة دي أ دي أ هي 8 ناقص 1، والمتجهة سي بي سي بي 8 ناقص 1. إذا المتجهة دي أ كتساوي المتجهة سي بي، إذا أخذنا المتجهة دي أ كتساوي المتجهة سي بي، ومنه الرباعي بي سي يعني بي سي دي أ متوازي الأضلاع. إذا هذا هو المطلوب منا، بين بيان هذا الرباعي فهو متوازي الأضلاع، وبعد كنا سالينا التصحيح ديال التمرين 6. والسلام عليكم ورحمة الله.